أكيد بنفرض رقابة، لكنها الرقابة التقليدية اللي هي بتجي تشيك وراهم بالسجل وش بحثوا وش دوروا، خاصة الوقت هذا يعني انتشار الإعلانات اللي غير مريحة صراحة وما تصلح للكبير قبل الصغير. لكن نأمل أنه يكون في شيء يعني يربط بين الويبز والأطفال كيدز. في الزمن الحالي والدارج حاليا كثير انتشر مسمى المثلية عندنا هنا في المجتمع. بالنسبة لأفلام الكرتون عندنا اليوتيوب صاير فيه مشكلة كبيرة، خصوصا أشياء تأثر على الأطفال مثل إيحاءات كأشياء تضر كأسلام كحنا مسلمين تضرنا. ضروري أنه يكون في رقابة، لأن المحتوى مش واحد، يعني ضروري أنه الواحد يطلع على الفئة العمرية للمحتوى قبل مشاهدة المحتوى نفسه، قبل ما يعني يشاهدون الأطفال لازم يطلع على الفئة العمرية للمحتوى، أو ممكن أنه يطلع على المحتوى نفسه قبل ما يطلعون عليها الأطفال. نفرض الأطفال عن طريق اليوتيوب، أما القنوات العربية الأطفال ما فيها يعني من الأشياء هذه يعني، بس اليوتيوب كذا في لازم نفرض عليهم. بنلاحظ طبعا وجود برامج كتير فيها إيحاءات وشغلات يعني ما بتناسب مجتمعنا وديننا وتقاليدنا وعاداتنا.